التقدم في محيط الإرشادية، فصائل درعا تقترب من إعلان السيطرة على كامل حي المنشية. انسحابات بالجملة لتنظيم الدولة في شرق حمص، والميليشيات الإيرانية تسد الفراغ. تواصل المعارك بين تنظيم الدولة وميليشيات قسد في الرقة، والتحالف يرتكب مزيدا من المجازر في دير الزور. وتتابعون أيضا، الجمعيات الخيرية تضاعف مساعدتها للنازحين استعدادا لقدوم شهر رمضان المبارك. أهلا بكم مشاهدينا إلى جولة الرابعة. قال مصدر عسكري في غرفة عمليات البنيان المرصوص بدرعا أن الفصائل المقاتلة باتت تسيطر على معظم حي المنشية بدرع البلد بعد تراجع قوات النظام والميليشيات الأجنبية، لافتا إلى أن الأخير لم ينجح في التقدم رغم التصعيد الجوي والمدفعي غير المسبوق على الحي خلال اليومين الماضيين. معركة المنشية ذاهبة إلى الحسم إذن، هذا ما تؤكده المعلومات الواردة من درعا، حيث أعلن مصدر عسكري في غرفة عمليات البنيان المرصوص أن قوات النظام والميليشيات الأجنبية بدأت بالتراجع في حي المنشية بدرع البلد بعد الخسائر الكبيرة التي منيت بها على يد الفصائل المقاتلة، مضيفا بأن مقاتلي الفصائل يواجهون قوات النظام وميليشياته عند أطراف حي سجن آخر ما تبقى للنظام شمال حي المنشية، وهو ما يعني اقتراب السيطرة الكاملة على الحي. غرفة عمليات البنيان المرصوص أعلنت سيطرتها على كتلة الأبنية المحيطة بحديقة الإرشادية، والتي تشكل نقطة استراتيجية نظرا لموقعها المطل على درع المحطة، حيث مواقع قوات النظام، كما أنها اقتربت بذلك من الثانوية الصناعية والتي تعد بمثابة غرفة عمليات عسكرية للنظام والميليشيات المساندة له في المنطقة. وفي درع البلد أيضا، وكعادته بعد كل هزيمة، شن طيران النظام أكثر من 100 غارة جوية خلال الأيام الماضية، فضلا عن القصف براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة في تصعيد هو الأكبر منذ سريان اتفاق خفض التوتر الذي شمل درعا. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا باسل أبو يوسف من درعا. أهلا بك باسل. يعني إذا من جديد يعود حي المنشية إلى الواجهة، والفصائل أكدت اقتراب تحرير الحي بشكل كامل، كيف يبدو الوضع الآن لديك؟ نعم، لا تزال الاشتباكات على أشدها داخل هذا الحي الاستراتيجي بالنسبة للثوار وبالنسبة لقوات النظام، كونه قريب من جمرك درعا البلد القديم الذي يربط سوريا بالأردن، وقريب من هذا الجمرك أيضا الذي يقطع الطريق الحربي الذي يصل المنطقة الغربية بالمنطقة الشرقية. طبعا عاودت قوات النظام والميليشيات الأجنبية منذ بدء اتفاق سريان الهدنة، هذه هي المحاولة الثانية لقوات النظام والميليشيات الأجنبية لإعادة السيطرة على النقاط التي خسرتها داخل حي المنشية. طبعا فرح منذ ساعات الصباح حتى هذه اللحظة، أكثر من 7 غارات جوية نفذت على الأحياء المحررة في درعا البلد. كانت المحاولات منذ 3 أيام حتى هذا اليوم، لا تزال قوات النظام والميليشيات الأجنبية تستقدم تعزيزات إلى داخل حي سجنة وأيضا إلى النقاط الرباط في حي المنشية في محاولة منها لإعادة السيطرة على هذه النقاط، لكن كان الرد قاسي من غرفة عمليات البنيان المرصوص، حيث أنها شكلت حصنا منيعا أمام قوات النظام والميليشيات الأجنبية التي حاولت التقدم باتجاه هذا الحي، وعملت على مبدأ الالتفاف على النقاط والتسلل على النقاط التي تمركزت بها الميليشيات الأجنبية في آخر معابر النظام أو آخر التحصينات داخل حي المنشية. اليوم فرح الفاصل بين غرفة عمليات مقاتلين في غرفة عمليات البنيان المرصوص والميليشيات الأجنبية وقوات النظام، الفاصل هي مدرسة الكهرباء أو ما يعرف بالمدرسة الصناعية. الآن الثوار يتجهزون ويتحضرون لخوض معركة جديدة يعتقد أن تكون داخل حي المنشية للسيطرة على هذه النقاط المهمة والتقدم باتجاه حي سجنة، وهو متاخم لحي المنشية وآخر معاقل النظام في درعا البلد. طبعا بالسيطرة على هذا الحي هناك أهمية استراتيجية، كونه مطل على المربع الأمني داخل أحياء درعا المحطة، وتحديدا فرع الأمن العسكري وحاجز حميدة الطاهر ومنطقة السحاري التي تستخدمها قوات النظام كقاعدة عسكرية لها لإطلاق صواريخ الفيل، هذه الصواريخ التي يزيد حجم تدميرها عن تدمير البرميل المتفجر.
هدف الأحياء المحررة في درعا البلد. طبعا منذ 3 أيام حتى هذا اليوم نفذت طائرات العدوان الروسي والطائرات الحربية التابعة لقوات النظام ما يزيد عن 100 غارة جوية، وأيضا عدد كبير من البراميل المتفجرة تجاوز عددها حسب ناشطون 30 برميل سقطت على الأحياء المحررة في درعا البلد، وعدد كبير من صواريخ الفيل التي استهدفت الأحياء المحررة في محاولة من قوات النظام والميليشيات الأجنبية إعادة السيطرة على النقاط التي خسرتها داخل حي المشية، لكن هذا كله دون نتيجة. تمكن الثوار من التقدم أثناء محاولة تقدم قوات النظام، كان هناك استعداد عالي من قبل غرفة عمليات البنيان المرصوص لصد هذه الهجمة والتقدم مجددا. طبعا هذه المحاولة الثانية كما ذكرت لك منذ بدء اتفاق خفض التوتر في درعا، كانت هذه المحاولة الثانية لقوات النظام والميليشيات الأجنبية. طبعا يتساءل البعض عن أهمية هذا الحي أو كونه حي صغير، يعني مساحته صغيرة، يتساءل البعض عن سبب طول الفترة الزمنية لهذه المعركة التي انطلقت في منتصف الشهر الثاني وأطلق عليها الثوار اسم الموت ولا المذلة. السبب الرئيسي في طول الفترة الزمنية لهذه المعركة كون أن قوات النظام والميليشيات الأجنبية منذ اندلاع الثورة قد جعلت من جميع منازل هذا الحي ثكنات عسكرية. اليوم أي منزل داخل حي المشية هو بحاجة لمعركة حقيقية للتخلص من الميليشيات الأجنبية التي تتواجد فيه، وكون أن قوات النظام تستخدم تعزيزات بشكل كبير، أن طريق إمداد قوات النظام من منطقة خرب الغزالة باتجاه أحياء درعا المحطة لتصل إلى حي المنشية هو مفتوح أمام هذه التعزيزات بشكل طبيعي. طبعا تمكنت غرفة عمليات البنيان المرصوص من تدمير عربة بي ام بي وأيضا دبابة خلال الاشتباكات الدائرة التي كانت في محاولات من الميليشيات الأجنبية وقوات النظام للتقدم باتجاه حي المنشية. شكرا لك على كل المعلومات باسل أبو يوسف، مراسلنا كنت معنا من درعا. قتل شخص برصاص قناصة قوات النظام في بلدة كفربطنة في الغوطة الشرقية لدمشق فيما استهدف النظام أطراف مدينة حرستة بقذائف الهاون. وفي الغوطة الغربية لدمشق قال مراسل أورينت إن اشتباكات عنيفة بين الفصائل المقاتلة وقوات النظام دارت على جبهتي الظهر الأسود والزيات في منطقة جبل الشيخ، وترافقت مع قصف مدفعي وصاروخي للنظام استهدف محاور الاشتباك والقرى المحررة. من ريف دمشق ينضم إلينا مراسلنا محمد عبد الرحمن. أهلا بك محمد، لو نبدأ معك اليوم بالغوطة الشرقية، وكأن النظام بدأ بقصف على كفربطنة وحرستة وباقي المناطق المحررة مجددا، لو تنقل لنا الصورة والتطورات الميدانية من هناك. محمد هل تسمعني؟ محمد هل سمعت سؤالي؟ يبدو أن لدينا خلل تقني، أعتذر مشاهدينا، وسينضم إلينا لاحقا محمد عبد الرحمن من ريف دمشق. إلى حمص حيث سيطرت ميليشيات إيرانية وقوات النظام على مناطق جديدة شرق المدينة مستغلة الانسحابات المتتالية لتنظيم الدولة أو ما يعرف بداعش، فيما نفذ مقاتلو التنظيم سلسلة انسحابات شملت منطقة البردة شرق مدينة القريتين. وأمام انسحابات التنظيم تقترب الميليشيات الإيرانية من وصل مناطق سيطرتها في ريف حمص بالبادية السورية ومحاصرة المناطق المحررة في القلمون الشرقي. هنا في البادية السورية الملتهبة يخوض المرتزقة العابرون للحدود إلى جانب قوات النظام معركة قد لا تقل ضراوة عن معارك أخرى حسمت أم لم تحسم بعد على الخارطة السورية، فهم ليسوا في الواقع إلا مأجورين جندتهم إيران ليقاتلوا إلى جانب الأسد وتحت ذريعة محاربة تنظيم الدولة. لا بل قل إنهم تنافسوا على قتل السوريين، فهذه الميليشيات من جنسيات مختلفة تجمعهم الأحقاد الطائفية، فقد روجت الميليشيات الإيرانية بأنها أطلقت أكبر معاركها في سوريا ضد تنظيم الدولة في البادية وشرق حمص تحت مسمى عمليات الفجر الكبرى، وقالت إنها سيطرت على نحو 1300 كيلومتر مربع. وتحدثت وسائل إعلام إيرانية عن التقاء الميليشيات الشيعية المتقدمة من الجهة الجنوبية لريف حمص مع الميليشيات المتقدمة من الجهة الشمالية لريف دمشق، وذلك عند نقطة خان العنيبة بعد أن سيطر
سيطرت على عدد كبير من النقاط والمواقع التي انسحب منها تنظيم الدولة، وأبرزها جبال أبو دال عبوش النصراني وقرية البصيرة، بالإضافة إلى أوتوستراد دمشق تدمر بالكامل. وأمام انسحاب تنظيم الدولة الذي يخوض في المقابل معارك عنيفة ضد الفصائل، تكون ميليشيات إيران قد حاصرت المناطق المحررة في القلمون الشرقي، وذلك بعد أن أحكمت سيطرتها على بلدة خنيفيس جنوب شرق حمص إلى جانب جبل المحسة وجبل صوانة وقصر الحلابات والكتيبة الصاروخية وتل الفري جنوب مدينة تدمر. وتسعى الميليشيات الإيرانية في معاركها بمنطقة البادية لقطع الطريق على فصائل الجيش الحر المدعومة من التحالف الدولي ومنعها من الوصول إلى مدينة دير الزور، إلى جانب تأمين إيران لطريقها المقدس المزعوم الممتد من طهران فالموصل إلى دير الزور مرورا بدمشق وصولا إلى مناطق سيطرة ميليشيا حزب الله في بيروت على البحر المتوسط. ومع هذه التطورات على الأرض تتجه الأنظار نحو فصائل الجيش الحر، فيما إذا كانت ستتمكن من وقف هجوم الميليشيات الطائفية، لا سيما أنها كانت أعلنت قبل أيام عن إطلاق معركة لاستعادة المناطق التي احتلتها ميليشيات إيران شرق السويداء. ينضم إلينا يونس السلامة مدير المكتب الإعلامي لجيش أسود الشرقية من البادية السورية. أهلا بك معنا يونس. يعني يبدو أن هناك تسارع في خطة النظام في شرق حمص في ظل هذه الانسحابات المتتالية لتنظيم الدولة، لو تضعنا في الصورة أكثر، يعني ماذا يجري هناك؟ بداية أهلا بك أختي الكريمة. نعم، كما ذكرت الآن النظام لديه خطة سريعة للسيطرة على منطقة شرق حمص، وهو الآن يتقدم من محور خنيفيس والصوانة وصولا إلى منطقة المحسة، من ثم محور آخر وهو المشروع الإيراني الذي تسعى فيه إيران فتح الطريق البري ما بين دمشق وبغداد. نعم، طب يونس، هل هناك رد من الفصائل؟ وماذا عن معركة بركان البادية؟ يبدو أن فقدنا الاتصال مع يونس السلامة مدير المكتب الإعلامي لجيش أسود الشرقية من البادية السورية. شكرا لك يونس. في حلب أفادت مصادر ميدانية شرق المدينة بأن الميليشيات الأجنبية وقوات النظام سيطرت على قريتي خربة الخنزاف والبو عجوز بعد اشتباكات مع تنظيم الدولة. ووفقا لشبكات محلية فإن قوات النظام باتت على بعد 3 كيلومترات من مدينة مسكنة آخر معاقل التنظيم بريف حلب الشرقي، فيما تعرضت مسكنة والقرى المجاورة لقصف جوي للنظام وآخر مدفعي بالتزامن مع عمليات نزوح للأهالي إلى مناطق أكثر أمناً. قتل 5 عناصر لقوات النظام والميليشيات الأجنبية المساندة لها في هجوم شنه عناصر هيئة تحرير الشام على مواقع النظام في حي جمعية الزهراء غرب المدينة. وأكد ناشطون أن قوات النخبة التابعة لهيئة تحرير الشام شنت هجوما ليليا على مبنى المخابرات الجوية، كما تمكن عناصر الهيئة من الاستحواذ على أسلحة خفيفة وذخائر. هذا وأكدت مصادر محلية في مدينة حلب أن عناصر ميليشيا لواء القدس الفلسطينية المساندة لنظام الأسد باتت تسيطر بشكل علني على حيي الحيدرية والإنذارات، بالإضافة لبعض الكتل من مساكن هنانو. وأضافت المصادر أن عناصر اللواء سيطروا بشكل كامل على الحواجز والمنازل والمحلات في تلك الأحياء ونشروا فيها نحو 13,000 عنصر. كشف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن قوات النظام هربت من المعارك الدائرة في حلب وتركت القوات البرية الروسية وحدها في واجهة القتال. وقال بيسكوف إن غياب التنسيق بين القوات الروسية وقوات النظام أدى إلى جعلهم يقاتلون وحدهم في حلب، حيث انهارت قوات النظام وتراجعت للخطوط الخلفية تركة القوات الخاصة الروسية في المقدمة.
كان هذا أواخر 2016 عندما دخلت قوات خاصة روسية إلى جانب ميليشيات شيعية وأخرى للنظام في معارك أحياء حلب الشرقية. لكن وبعد 6 أشهر على احتلال حلب، تؤكد موسكو وللمرة الأولى زج عناصرها برياً في تلك المعارك، بل وتكشف على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية عن تراجع قوات النظام وفرارها من عدة قطاعات. هنا في موسكو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقلد مجموعة من قوات الاحتلال الروسي أوسمة بعد نجاتهم من الموت في معارك حلب، ويظهر العناصر 16 في مقابلات على قنوات روسية للحديث عن تجربتهم بعد تركهم من قبل قوات النظام على أحد المحاور ليومين متتاليين قبل أن تتدخل قوات روسية أخرى مدعومة بسلاح الجو لفك حصارهم. غير أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف تكلم بإسهاب عن أسباب تكريم تلك المجموعة، قائلا في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية إن قوات النظام انهارت على أحد القطاعات وتراجعت للخطوط الخلفية دون التنسيق مع القوات البرية الروسية في حلب، ما جعل تلك القوة وحيدة في المقدمة دون إسناد. ممن حملوا السلاح بحجة الدفاع عن الوطن ليسرقوا أو ليعفشوا، لعل انشغال قوات النظام بممارسة عمليات السرقة والتعفيش أحد أسباب ترك القوات الروسية لمصيرها، لا سيما أن فضائح التعفيش وصلت كمادة للنقاش على قنوات موالية. لكن الكشف الروسي وعلى هذا المستوى وبهذا التوقيت يطرح أسئلة كثيرة، أضف إليه امتعاضا سابقا لقادة عسكريين روس من عجز قوات النظام ميدانيا على الأرض رغم الدعم والغطاء الجوي على مدار الساعة، أمر يؤكد غياب قوات النظام كقوة عسكرية فاعلة على حساب قوات احتلال روسية وميليشيات إيرانية ولبنانية وعراقية دخلت معركة حلب كرأس حربة وشهدت مؤخرا في ريف حمص والبادي ومحيط التنف مع غياب كامل لما يسمى قوات النظام. ينضم إلينا عبر الهاتف من حلب مراسلنا خالد أبو المجد. أهلا بك خالد. يعني هناك يبدو إصرار من النظام والاحتلال الروسي على التقدم في شرق حلب، يعني كيف تبدو الأوضاع هناك؟ نعم، تقدم سريع تحيزه قوات النظام وميليشياته الأجنبية تحت غطاء أيضا من الطائرات الحربية وكذلك دعم من الطائرات الروسية على حساب تنظيم الدولة الذي انهار من هذه المناطق وانسحب على حد قول المراقبين بشكل سريع من هذه المناطق في محيط مدينة مسكنة. طبعا هذه المناطق هي قبل أعوام كانت قوات النظام بعيد عنها كل البعد، لكن على حساب تنظيم الدولة الذي سيطر على هذه المناطق من قبضة الجيش الحر باتت قوات النظام على بعد أكثر من 100 متر من أكثر من 100 كيلومتر من مدينة حلب. الآن المعارك تدور في محيط مدينة مسكنة شرقية حلب. قوات النظام سيطرت على قرية الشمارية والبطوشية وكذلك قرية المفرق في محيط مسكنة، باتت 3 كيلومترات فقط تفصل الميليشيات الأجنبية عن هذه المدينة. طبعا كل المدنيين كل الأهالي شردوا من هذه المنطقة شرقية حلب وخرجوا تحت وطأة الغارات الجوية وكذلك أيضا بطش التنظيم، ومنهم أيضا حتى لم يستطع الخروج بسبب الألغام التي زرعها تنظيم الدولة في محيط المنطقة. نعم، طيب خالد، يعني ما أهمية مسكنة الاستراتيجي بالنسبة للنظام؟ نعم، يعني الأهمية الاستراتيجية لمدينة مسكنة هي كونها يعني ربما آخر منطقة شرقية مدينة حلب، وتقدم قوات النظام إليها أو ما بعدها سيصلها إلى ريف الرقة. طبعا هناك تسابق كبير بين قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من قبل قوات التحالف الدولي وبين أيضا قوات النظام للسيطرة على أكبر مساحات على حساب تنظيم الدولة. طبعا التنظيم الآن معاركه بين قوات سوريا الديمقراطية في محيط الرقة وكذلك الآن قوات النظام في محيط مدينة مسكنة، وهذه العمليات ستسهل لقوات النظام الوصول إلى محيط الرقة والسيطرة على مزيد من المساحات على حساب تنظيم الدولة. لنفهم المشهد جيدا معك خالد، يعني أنت قلت أنه مسكنة يعني تسهل للنظام الوصول إلى الرقة، ولكن التحالف وميليشيات قسد يعني تبدو أنها أغلقت الباب عليهم للوصول إلى الرقة.
الميليشيات سوريا الديمقراطية تتقدم على مدينة الرقة من المحور الشمالي. طبعا قوات سوريا الديمقراطية الآن تلف على مدينة الرقة من محورين الآن، نعم. المحور الشمالي وكذلك من المحور الغربي عفوا الشرقي لمدينة الرقة. قوات النظام الآن وميليشياتها الأجنبية تحاول أن تصل إلى ريف الرقة من الجهة الغربية، طبعا ستنتهي من ريف حلب الشرقي لتصل بعدها قوات النظام طبعا إلى ريف الرقة، وأمامها مساحات كبيرة من المنطقة وكذلك معارك، لكن قوات النظام خلال الفترة الأخيرة سيطرت على مساحات كبيرة بعد سيطرتها على مطار الجراح. شكرا على هذا التوضيح خالد أبو المجد مراسلنا، كنت معنا من حلب. ونبقى أيضا في حلب ولكن مع مراسلنا إبراهيم الخطيب. أهلا بك إبراهيم، يعني هناك هجوم من قبل تحرير الشام على مواقع للنظام في حي الزهراء، لو تضعنا أكثر في التفاصيل. بالتأكيد صراحة حقيقة خلال الأسبوع الماضي كان هناك هدوء تام على مختلف الجبهات الشمالية والغربية لمدينة حلب، حتى على مستوى القصف الذي كانت تنفذه خلال الفترة الماضية مدفعية قوات النظام وحتى طائرات الاحتلال الروسي. هذا الهدوء تبعه بعد فترة قبل عدة أيام التي تتواجد في محوري منطقة الملاح شمال مدينة حلب ومحور جمعية الزهراء إلى شمال غرب مدينة حلب. حقيقة الثوار على محور الملاح تمكنوا من إحباط محاولة التسلل وتمكنوا من قتل ثلاث عناصر من قبل الميليشيات الأجنبية، وعلى محور جمعية الزهراء أيضا تمكنوا من إحباط محاولة للتسلل إلى بعض النقاط التي كان يسيطر عليها الثوار، وتمكن الثوار أيضا من إحباط هذه المحاولة، وبعد ساعات قام الثوار أيضا بعملية معاكسة تمكنوا خلالها من التسلل إلى فرع المخابرات الجوية إلى شمال حلب بالتحديد وقتل خمسة عناصر إضافة إلى اغتنام أسلحة وذخائر كانت تتواجد في هذه النقطة بالتحديد، وقام على إثر بعدها الثوار بالانسحاب من هذه النقطة. نعم. تبع هذه العملية النوعية حقيقة قيام قوات النظام باستهداف بعض مناطق ريف حلب الشمالي بقذائف المدفعية، وأيضا قيام النظام باستهداف محيط المناطق الشمالية والغربية من مدينة حلب بقذائف الهاوين أيضا لمدة ساعات، توقف بعد ذلك خلالها كل هذه العمليات. حقيقة خلال الفترة الماضية منذ اليوم الأول لاتفاق تخفيف التصعيد حتى اليوم لم نشهد اشتباكات بين الثوار وقوات النظام أو الميليشيات الأجنبية التي تساندها على المحاور الشمالية والغربية لمدينة حلب سوى هذه التي تحدثت عنها حاليا، وكل ما عدا ذلك هو عبارة عن قصف كانت تقوم به قوات النظام، قصف بالمدفعية فقط لبعض المناطق في أرياف حلب الجنوبية والغربية والشمالية. ابقى معي إبراهيم، سنعود للتطورات الميدانية في ريف دمشق مع مراسلنا محمد عبد الرحمن. محمد هل تسمعني؟ نعم فرح، أسمعك الآن. نعم أهلا بك محمد، يعني إذا بدأنا معك للتحدث أكثر عن الأوضاع في الغوطة الشرقية وقصف النظام على كفر بطنة وحرستة وباقي المناطق المحررة. بالفعل فرح، حقيقة يعني مع هدوء الجبهات في الغوطاء الشرقية نوعا ما، إلا أن هناك استهدافات على مختلف المناطق السكنية في الغوطاء الشرقية وحتى عمليات القنص من قبل قوات النظام، كان آخرها في منطقة كفر بطنة حيث تم قنص أحد المدنيين في قرب المزارع في المنطقة القريبة من تاميكو، وهي أحد يعني البؤر لقوات النظام التي تقنص فيها المزارعين وحتى الأهالي الذين يحاولون التحرك في تلك المنطقة. طبعا كان هناك استهدافات أخرى في منطقة حرستا على أطرافها، أيضا خلال ساعات الفجر اليوم كان هناك استهداف لأطراف مدينة دوما بالقذائف من الجبال المحيطة بالغوطة الشرقية. نوعا ما طبعا الغوطة الشرقية اليوم هادئة إذا ما قرنت باليومين الماضيين، ليس هناك أي اشتباكات على مختلف الجبهات يعني لا الشرقية ولا حتى الجنوبية. طيب إذا انتقلنا معك محمد إلى الغوطة الغربية وتحديدا الحدود الإدارية مع القنيطرة وظهر الأسود والزيات، لو تضعنا أكثر في تفاصيل الوضع هناك. بالفعل فرح، طبعا خلال الساعات الماضية كان هناك اشتباكات مع قوات النظام على محورين أساسيين، وهي محور الظهر الأسود ومحور الزيات. طبعا قوات النظام بين الفترة والأخرى تحاول الاقتحام أو تحاول تكثيف القصف على هذين المحورين، رغم ما أعلن عنه من مناطق خفض التوتر، إلا أن الفترة الماضية في هذين المحورين وتلك المناطق تعرضت للقصف بالطيران المروحي، ولكن الساعات الماضية دارت اشتباكات على
هذين المحورين لم يحدث أي تقدم من قبل قوات النظام. الثوار هناك تحدثوا عن قتلى لصفوف قوات النظام وصد المحاولة خلال الساعات الماضية. أيضا استطاعت مواقع لقوات النظام بالقرب من المحورين وبالتحديد قرب تلك السيوف. نوعا ما طبعا عادت الأمور إلى حالتها الطبيعية وتوقفت الاشتباكات، ولكن يعني كل فترة وأخرى تحاول قوات النظام الضغط على هاتين النقطتين المحررتين في جبل الشيخ في تلك المنطقة. أشكرك محمد عبد الرحمن مراسلنا من ريف دمشق، وأشكر مراسلنا من حلب إبراهيم الخطيب، شكرا لكما. في الرقة شنت ميليشيات قصد هجوما واسعا على مواقع تنظيم الدولة بالقرب من قرية الأسدية شمال المدينة، فيما تجددت الاشتباكات بين الطرفين في محور قرية ميسلون إثر هجوم معاكس للتنظيم. أتى ذلك بعد استيلاء قصد على قرية كديران وبدأ التقدم نحو سد البعث، وأعلنت ميليشيا قصد أنها باتت على بعد كيلومترين من الرقة وتعهدت بألا يلحق أي ضرر بمقاتلي تنظيم الدولة في حال استسلموا بنهاية الشهر الجاري. هذا وقالت شبكات الرقة الإخبارية إن 16 شخصا قتلوا وجرح آخرون في قصف جوي لطائرات التحالف الدولي وآخر صاروخي لميليشيات قصد استهدف مدينة الرقة وريفها الغربي. وتحدثت مصادر محلية أن قصد استهدفت سيارة لنازحين أثناء خروجهم من قرية كديران، ما أدى لمقتل 7 أشخاص من عائلة واحدة، كما قتل 7 أشخاص وجرح 8 آخرون إثر غارات جوية للتحالف استهدفت حياي الدرعية والرومانية بمدينة الرقة. أما في دير الزور فقتل 4 مدنيين بينهم طفل وامرأتان وأصيب عدد آخر جراء قصف جوي من طائرات التحالف الدولي على مدينة الميادين. وأفادت مصادر محلية أن الغارات تركزت على منطقة السرايا داخل ووسط السوق في المدينة، وذلك بعد ساعات من مجزرة مماثلة ارتكبتها طائرات التحالف في الميادين وراح ضحيتها 11 مدنيا وعشرات الجرحى. أرحب بضيفي سامر العاني صحفي من غازي عنتاب، أهلا بك معنا سامر. بداية لو نبدأ معك من الرقة وتطورات الميدانية هناك وتقدم قصد في المنطقة. نعم، تعلمون أن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت اليوم أو أعلنت اليوم سيطرتها بالكامل على معمل السكر. معمل السكر يبعد عن مدينة الرقة أقل من 2 كيلومتر، ويعتبر حقيقة هو ضمن نطاق المدينة، أي أن قوات سوريا الديمقراطية أصبحت الآن ضمن نطاق المدينة. طبعا لم تدخل قوات سوريا الديمقراطية من خلال معارك أو اشتباكات أو غيرها، قوات سوريا الديمقراطية دخلت بعد تمهيد جوي قام به طيران التحالف. هذا التمهيد أدى لعدة مجازر في مزرعة يعرب، في كديران، في البارودة، في مزرعة الأسدية داخل أحياء المدينة. المسألة أن القرى الواقعة ما بين مدينة الطبقة ومدينة الرقة هي شبه خالية من عناصر تنظيم الدولة، ومع ذلك ترتكب فيها المجازر لمجرد الشك أن هناك عنصر واحد في بناء يسكنه عشرات العوائل. إذن قوات سوريا الديمقراطية دخلت بعد مجازر، دخلت على حساب دماء وأشلاء مدنيين. هذا ما حدث في مدينة الرقة. المدينة نفسها، المدينة لا يتجاوز عدد عناصر التنظيم فيها من يعملون في الحسبة، من يعملون في الشرطة. المقاتلين شبه معدومين في مدينة الرقة، أو انعدموا في مدينة الرقة، خرجوا، هربوا إلى الريف الغربي لمدينة الرقة، يعني عفوا باتجاه دير الزور، هربوا باتجاه مناطق سيطرتهم من مناطق جنوب. يعني من النهار. الغريب سامر أن التحالف الدولي يعني لا يملك إحداثيات مؤكدة حول مناطق التواجد لتنظيم الدولة. التحالف الدولي إضافة للإحداثيات يعتمد على المخبرين الأرضيين. نعم. المخبرين الأرضيين يوصلون المعلومات إلى قوات سوريا الديمقراطية. أنتم أيضا تعلمون أن قوات سوريا الديمقراطية لا يهمها من يموت من المدنيين ومن يقتل، يهمها أن تأخذ الأرض
على حساب دماء، على حساب أشلاء، على حساب جثث، هذا نعم. غير مهم. فلذلك هم يعطون الإحداثيات، هم يعطون الإحداثيات لمجرد الشك أن هناك داعشي واحد في تلك المنطقة أو في تلك المزرعة تقتل. أنتم تعلمون أو سمعتم أن مزرعة يعرب قتلت فيها عائلة كاملة، عائلة مؤلفة من أكثر من 9 أشخاص قتلوا لمجرد شك أن هناك داعشي موجود بينهم. نعم. هذا ما يحدث في مدينة الرقة. طبعا فضلا عن القصف والقتل والمجازر، اليوم 5 أفران أغلقت في مدينة الرقة بسبب عدم توفر الطحين. قوات سوريا الديمقراطية تحاصر المدينة من يعني هناك مجاعة ستحدث في الرقة إن لم تحل المشكلة سريعا. نعم. هذا طب ما إذا تحدثنا أكثر ميدانيا معك سامر، يعني قوات قصد تتقدم نحو سد البعث، يعني ما هي أهمية هذا السد بالنسبة لقوات قصد؟ يعني كل ما هنالك أن قوات قصد تحاول قضم المزيد من الأراضي. أنتم تعلمون أن حتى في تلك المناطق قصف الطيران التحالف ومهد لهم، كل الغاية هي تضييق الخناق أكثر فأكثر وحصار مدينة الرقة. حتى إعلانهم أن من يسلم نفسه من تنظيم الدولة أو من يخرج فله الأمان، هذا ليس إلا حرب إعلامية، يحاولون إفراغ مدينة الرقة لكي يدخلوها آمنين. قوات سوريا الديمقراطية غير مستعدة للتضحية بعنصر واحد من عناصرها، ولذلك هم يحاولون التقدم بطيئا وقدم الأرض والسيطرة على المناطق بدون أي مواجهات، بدون أي معارك، بدون أي حروب. هذا ما يجري. وللمعلومة ما يصلكم وما يصل للإعلام وما نراه جميعا لا يشكل سوى 10% من حقيقة المجازر التي تحدث في مدينة الرقة. نعم. لو يفتح تنظيم داعش أو لو يسمح بالأنترنت وبنقل الأخبار لرأيتم أن حقيقة ما يصلنا هو ليس أكثر من 10% من المجازر والمجاعات والحالات الإنسانية المتردية وغيرها في مدينة الرقة. طيب سامر، إذا انتقلنا أيضا للحديث معك عما يجري في دير الزور، وخاصة أن قصف التحالف الدولي يعني تركز على مدينة الميادين، وهذا القصف يعني لماذا هذا القصف على المدينة في هذا التوقيت؟ يعني ماذا يوحي؟ لأنه فصائل البادية ليست قريبة من المدينة ولا حتى ميليشيات قصد المدعومة أمريكيا، يعني برأيك ألا يفسح هذا القصف المجال أمام النظام في دير الزور للتقدم إلى المنطقة؟ طبعا بالرغم من أنه الجريمة واحدة في مدينة الرقة وفي محافظة الرقة ومحافظة دير الزور والضحايا كلهم من المدنيين، إلا أن الظروف تختلف. في مدينة دير الزور يتم القصف لحساب معركة تدمر، المعركة بين النظام وتنظيم الدولة. أما في مدينة الرقة فيتم القصف لحساب قوات سوريا الديمقراطية. القصف في الرقة هو من طيران التحالف، صحيح أنه هو عشوائي أو يقتل مدنيين لكنه مركز حسب إحداثيات. أما القصف في مدينة دير الزور فمن يقوم به هو الطيران الروسي وطيران نظام الأسد والطائرات العراقية التي أصبحت تدخل إلى الأجواء السورية وتقصف في مدينة البوكمال. بالعودة لسؤالك أن ما هو القوات، يعني طائرات التحالف ركزت قصفها على مدينة الميادين. في مدينة الميادين من يقصف هو الطائرات الروسية وطائرات، أنا أقصد الطائرات التي ترتكب مجازر داخل الأسواق، يعني التي ارتكبت المجازر في الشارع العام جانب المصرف بجانب السرايا بشارع الأربعين، كل هذه المجازر ارتكبها الطيران الروسي. التحالف يقصف في أرياف الميادين وليس داخل مدينة الميادين. نعم. المسألة أن النظام الآن يبعد عن منطقة السخنة 30 كيلومتر، أي أنه يبعد حقيقة عن حدود محافظة دير الزور ما يقارب 120 كيلومتر، ما بين السخنة ودير الزور هو 90 كيلومتر. نعم. القوات السورية الديمقراطية تبعد عن دير الزور أو أقرب منطقة لدير الزور
تبعد حوالي 25 إلى 30 كيلومتر، وليس في حسبانها الآن محافظة دير الزور، الآن تركيزها على مدينة الرقة. إن دخلت قوات سوريا الديمقراطية فلن يدخلها المقاتلون الأكراد، سيدخلها المقاتلون العرب العاملين لدى قوات سوريا الديمقراطية، مثل جيش النخبة التابع لأحمد جربة، نعم، وصناديد اللي تابع لدهان جربة، ومجلس دير الزور العسكري وغيرها. انتهى وقتي معك، شكرا لك. أما المخاوف الحقيقية الآن هي أن يسلم، نعم، المخاوف الحقيقية الآن هي أن يسلم تنظيم داعش دير الزور للنظام نكاية بقوات سوريا الديمقراطية، وبالتالي ستكون المجازر قد تكون أكبر أو ربما، نعم، تكون أعظم من المجازر التي سترتكب إن دخلت. شكرا على كل المعلومات. سامر العاني صحفي كنت معنا من غازي عنتاب. لا تزال القوافل التجارية تخضع لنظام الترفيق في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام بريف حلب، رغم أن ضباط الأسد ألغوا مؤخرا العمل بذلك. النظام الذي يقضي بمرافقة وحماية الحمولات التجارية أثناء مرورها في مناطق سيطرته. يعد الترفيق أسلوبا استحدثه النظام السوري يسمح بمرور القوافل التجارية ومرافقتها وحمايتها من أفراد ميليشيات موالية له في مناطق سيطرته مقابل مبالغ مالية، حيث تصل عائدات بعض حواجز الترفيق لملايين الليرات السورية يوميا، كحاجز السعن الذائع الصيت حسب ما يقوله تجار لا يزالون يخضعون للترفيق في ريف حلب. ولكن في عنا موضوع حاجز السعن، حاجز السعن عم بياخذ 1.5 مليون او 1.6 مليون على السيارة. طبعا هذا نحن كتجار عم نضيفه على البضاعة، عرفت علي كيف؟ موضوع الإضافة عم يضر المستهلك، يعني اليوم عم بزيد على الطرد كذا 100 ليرة سوري بالنسبة لحاجز السعن، 1.5 مليون او 1.6 مليون عم بياخذ. النظام السوري وفي محاولة منه لاحتواء النقمة الشعبية على ممارسات الشبيحة في المناطق الواقعة تحت سيطرته، قرر إلغاء ترفيق الحمولات التجارية إلى مدينة حلب، وكانت صفحات موالية تناقلت وثيقة صادرة عن اللجنة العسكرية والأمنية بحلب تفيد بإيقاف العمل بنظام الترفيق للمواد المنقولة داخل حلب وخارجها، بناء على تعليمات شفهية من مكتب الأمن الوطني بدءا من الشهر الحالي. ان النظام يعني عم بحط الترفيه هذا وفوائده كلها بترجع للنظام السوري، الاقتصاد النظام السوري عم بزيد اقتصاده، وهالشيء كله عم بيعود من ظهر الشعب، الشعب السوري الحر. طبعا الشيء اكيد لا صار لا بتجي، كل شيء بضيع من النظام بتصل لهون دبل. السبب انه الحواجز على الطريق للنظام كلياتها، كل شيء معابر لقلعه المضيق لابدالي كلياته عم بياخذوا عليها مصاري. فتاوات رسميه يضطر السوريون لدفعها بالتي هي احسن لحواجز الترفيق المنتشره على طريق لقمه العيش في كامل الجغرافيا السوريه، أو سيكون مصيرهم أو مصير أرزاقهم السلب أو النهب على يد الميليشيات الداعمة للنظام. كريمة السعيد، أورينت نيوز، من الحدود السورية التركية. في حفل هو الأول من نوعه في المناطق المحررة، كرم عدد من الطلاب المتفوقين في غربي حلب أنفسهم خلال حفل فني قدموا فيه فقرات مسرحية وأناشيد ثورية وغنائية أمام الحضور من أولياء الأمور وفعاليات ثورية. ليس عرسا كما توحي الصورة من بعيد، لكنه حفل لعله الأكبر الذي تشهده المناطق المحررة لتكريم الطلاب المتفوقين ضمن المرحلتين الأولى والثانية، والذي تميز بتحول هؤلاء المكرمين إلى مكرمين أقاموا عددا من الفعاليات بأنفسهم للحضور، الذين تنوعوا بين أولياء للأمور ووزراء في الحكومة السورية المؤقتة وفعاليات ثورية متنوعة، حيث أراد المعلمون من هذه الفكرة إثبات قدرة طلاب مدارس المناطق المحررة وإبداعهم رغم كل الظروف المحيطة. الحقيقة نحن نشجع على هذه الفعالية التي لها أثر طيب، أثر نفسي على كل المجتمع، بدءا بالتلميذ أو الطالب الذي هو محور العملية التربوية والتعليمية، فهي تشجع الطلاب الذين نالوا درجات
العليا والذين تفوقوا على الاستمرار في تفوقهم، كذلك تشجع الطلاب الذين لم يتفوقوا على الوصول إلى درجة التفوق، تشجع أولياء الأمور بأن هناك من يتابع أبنائهم ويدعوهم للحضور وللشكر على هذا التميز الذي حصل مع أبنائهم، لأن العملية التربوية والتعليمية هي جهد مشترك بين المدرسة والبيت. يقدمون الحلوى بأنفسهم للحضور ويمثلون عروضا مسرحية ويلقون شعرا وأغاني وأهازيج ثورية ورقصات متناغمة، لعل من يشاهدها يستغرب أن تكون في مدارس مدينة الأتارب التي كانت هدفا ثابتا للقصف طيلة الفترة الماضية، فيما كان ليوسف ذو 12 من العمر والذي شغل دور عريف الحفل بصمة واضحة بدت خلال تقديمه لفقراته المتنوعة. أنا اسمي يوسف عبيد، جيت اليوم على مدرسة الأتارب الشمالية سوينا حفل وكنت عريف الحفل الحمد لله. أنا سبقت، أنا صف سادس الحمد لله، صرت صف سابع وأنا فرحانة كثير لهالشيء، وبقول لكل واحد ما عم يدرس ادرس، حتى بالبيت ادرس، ليست الأوضاع خلينا أنه نفشل ولا لا، نحن نصنع الفشل فنحن نصنع النجاح. يعود الحال إلى طبيعته هنا حيث تقدم بعض الهدايا لهؤلاء الطلاب الذين أمضوا حفلهم في تقديم مواهبهم، فيما يختتم كل هذا بفقرة مسرحية قدمها الدفاع المدني وبعرض للوحات فنية كان قد رسمها عدد من هؤلاء الطلاب بأنفسهم أيضا. ليس حفل لتكريم الطلاب المتفوقين دراسيا فحسب، بل حفل لتكريم هذه المواهب التي أنتجت هذا المهرجان وهذا المعرض أيضا على حد قول المنظمين لهذه الفعالية. إبراهيم الخطيب، أورينت نيوز، ريف حلب الغربي. باشرت جمعية العزة الخيرية في ريف حما بتوزيع المساعدات الغذائية والعينية على المتضررين والمحتاجين استعدادا لقدوم شهر رمضان المبارك، وقال القائمون على إدارة الجمعية إن هذه المرحلة هي الأولى من تقديم المساعدات وستتبعها مراحل أخرى خلال الشهر الفضيل. استعدادا لقدوم شهر رمضان المبارك، باشرت مجموعة من المنظمات والجمعيات الإنسانية والخيرية بحملة توزيع المساعدات على المحتاجين هنا في ريف حماة. جمعية العزة الخيرية أخذت على عاتقها تغطية الجزء الأكبر من أهالي ريف حماة الشمالي في توزيع سلل غذائية وإنسانية على المتضررين والفقراء والمحتاجين كمساعدة لهم مع قدوم شهر رمضان. مع قدوم شهر رمضان الكريم بدأنا بتوزيع سلل غذائية للمحتاجين والفقراء والمشردين من أهالي بلدات ريف حماة الشمالي. يقول مسؤول الجمعية أن الحملة في توزيع المساعدات ستغطي أكثر من 2000 أسرة محتاجة، وتحتوي السلال على مواد غذائية كالسكر والرز والبرغل والسمن وغيرها من المواد الضرورية التي تحتاجها الأسر في شهر رمضان على أقل تقدير. وأضاف المسؤول أن هذه الحملة تعتبر المرحلة الأولى وستتبعها مراحل أخرى من توزيع المساعدات. على خلال شهر رمضان موعدين بتوزيع 2500 سلة غذائية للأسر المحتاجة، زائد تمر موعدين إن شاء الله تعالى بتوزيع كمية تمر كويسة للمحتاجين. التصعيد العسكري الذي شهده ريف حما في الآونة الأخيرة دفع أهله إلى النزوح والعيش في مزارع قريبة ومناطق أخرى ضمن أصعب الظروف الإنسانية، وباتت أوضاعهم المعيشية لا تحتمل أعباء الحياة ومتطلباتها، لتبادر جمعية العزة الخيرية في مساعدتهم بشيء يسير يمكنهم من العيش. احنا في ريف حماة الشمالي ومقبلين على شهر رمضان الكريم، وكل الناس بتعرف شو تعرض له ريف حماة الشمالي بالفترة الأخيرة من قصف غير مسبوق بكافة صنوف الأسلحة، أدى إلى تدمير أغلب المحاصيل الزراعية، والناس صفى وضع صعب. مطلوب من المنظمات الإغاثية والمؤسسات الإنسانية مساعدة ريف حماة الشمالي، مساعدة الأهالي في هذا الشهر الكريم، والله يجزيكم الخير. في تحدي واضح لمواجهة الظروف الصعبة التي لحقت بالسوريين، تسعى الجمعيات الخيرية إلى تقديم المساعدات والوقوف إلى جانبهم مع قدوم شهر رمضان لهذا العام.
مع قدوم شهر رمضان هنا في ريف حماة باشرت الجمعيات الإنسانية وأيضا الخيرية بتقديم المساعدات للمدنيين المهجرين والنازحين هنا في ريف حماة استعدادا لقدوم شهر رمضان الكريم. فراس كرام، أورينت نيوز، ريف حماة. ختام هذه الجولة وتذكير بأهم العناوين. بعد تقدم في محيط الإرشادية، فصائل درعا تقترب من إعلان السيطرة على كامل حي المنشية. انسحابات بالجملة لتنظيم الدولة في شرق حمص، والميليشيات الإيرانية تسد الفراغ. تواصل المعارك بين تنظيم الدولة وميليشيات قسد في الرقة، والتحالف يرتكب مزيدا من المجازر في دير الزور. وتابعتم أيضا الجمعيات الخيرية تضاعف مساعدتها للنازحين استعدادا لقدوم شهر رمضان المبارك. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا orient-news.net. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.